السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه النهارده؟ احنا النهارده عندنا ريفيجن، ريفيجن ايه بقى؟ ريفيجن ميس. طب يلا بينا معايا كده نشوف اول سؤال معانا ايه؟ كومبليت، مديني الدوده الشقيه بتاعتي واللي بتوقع الحروف ميزني انا اكملها. طب يلا بينا نشوف النمبر بتاعنا النهارده ايه؟ 25. ها افتر 25 26 after 26 27 after 27 28 after 28 29 هاتي اللي عرقنا دي نسوي مع بعض 25 26 27 28 29. تيجي نشوف السؤال التاني مع بعض ايه النهارده؟ رايت ويز ليتر، مديني النمبر بتاعي وعايزني انا اكتبه بالليتر. طيب نمبر ايه اللي قدامنا ده؟ هات تيجي نقرا كده 1 نمبر 1. ها طب يلا بينا كده اسبيل ويز مي نمبر 1 و و ها ها او 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 يبقى او ان اي 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 يبقى نمبر 1 O N E 1 O N E 1. ها طب يلا نشوف النمبر اللي بعديه. نمبر ايه ده حبايبي؟ نمبر تيجي نعدي كده سوا مع بعض 1 2 نمبر 2. طب يلا ها 2 ت ت تي ها W O T W O 2 T W O 2. ها هنشوف النمبر اللي بعديه. ها هدي كده معايا نمبر ايه ده؟ 3. بص كده هدي كام بزر؟ 1 2 3 نمبر 3 ث ث. احنا متفقين ان ث ث التي والاتش التي والاتش ث التي والاتش ث ليتر ايه ده؟ ساوند اوف ليتر ايه ده؟ ار إيه 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 نطقته مرتين يبقى دبل إي تي إتش آر دبل إي تي إتش آر دبل إي 3 نمبر 3. ها هنكمل كده مع بعض. نمبر إيه ده حبايبي؟ نمبر 4. طب يلا كاونت كده 1 2 3 4 نمبر 4 هو عايزني أكتبه بالليترز. طيب ف ف يبقى ليتر إف أو 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 يو ر ار اف او يو ار اف او يو ار 4 4. ها نمبر ايه الاخير ده؟ نمبر ايه ده حبايبي؟ نمبر 5. طب يلا كاونت ويز مي 1 2 3 4 5 5 دي نمبر 5 ف ف ف يبقى ليتر ايه؟ اف ايه يبقى ليتر اي ذا يبقى ليتر في وبيقفل بليتر اي 5 اف اي في اي 5 اف اي في اي 5. طب يا حبايبي كده نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي بوت بيجر ذان اور سمولر ذان اور ايكوال. تاني نقرا تاني مع بعض بوت bigger than or smaller than or equal. بيقول لي هنا ايه؟ ضع علامة اكبر من او اصغر او يساوي. ضع علامة اكبر من او اصغر او يساوي. طب يلا بينا حبايبي كده نشوف هو هنا اول نمبر معايا بيقول لي هنا نمبر ايه؟ نمبر ايه ده حبايبي؟ نمبر 10 نمبر ايه؟ 10. طيب نمبر ايه ده؟ 13 نمبر ايه؟ 13. هو دلوقتي مديني نمبر متكون من ايه؟ من عددين. طيب انا اول حاجه هبص عليها ايه؟ اليونس ولا التنس؟ التنس شاطرين. العشرات العشرات من عندي ايه؟ او التنس من عندي ايه؟ نمبر 1. وهنا التنس هنا عندي نمبر ايه؟ نمبر برضو 1. خلاص التنس عندي هنا 1. هاجي بص بقى بعد كده على ايه؟ على اليونتس. هنا عندي اليونتس هنا ايه؟ 0 واليونتس هنا ايه؟ 3. فاكرين كده السمكه الطماعه بتعمل ايه؟ بتاكل الكتير وبتسيب الصغير. السمكه الطماعه هتاكل نمبر ايه؟ نمبر 13. شاطرين.
يبقى تاني حبايبي يبقى احنا هنا ايه، السمكه الطماعه بتعمل ايه؟ بتاكل الكبير، بتسيب الصغير. اكلت نمبر ايه؟ نمبر 13. برافو حبيبي. ها يلا معايا كده ركزوا، النمبر اللي بعده تيجي نقرا نمبر ايه ديت؟ نمبر ايه ده حبيبي؟ 19. ها 19. نمبر التاني ها 17. نمبر ايه 17. شاطرين. طيب تيجوا كده نفتكر، ها كنا بنعمل الاول، بنبص على الاول اليونتس ولا التنس؟ ها التنس. برافو عليك. هنا التنس عندي 1، وهنا التنس برضه هنا عندي 1. طيب التنس هنا 1، هعمل ايه بعد كده؟ ها فكروني، هبص على اليونتس. ها هنا اليونتس عندي 9. برافو. هنا اليونتس عندي ايه؟ نمبر 7. ها السمكة الطماعة هتعمل ايه؟ هتاكل الكبير، بتسيب الصغير. هتاكل ايه؟ نمبر ايه؟ فكروني كده، ها تفتكروا ايه؟ نمبر 19. برافو عليك. ها يلا حبايبي كده نشوف النمبر الاخير اللي عندنا النهارده، نمبر ايه؟ 16. نمبر ايه؟ 16. ها النمبر اللي قصاده نمبر برضه 16. ها طب بصوا كده تيجي نفتكر، ها هنا نمبر 1، هنا 6، هنا نمبر 1، واليونتس 6 و 6. اه الاثنين ايه؟ ايكوال. الاثنين ايكوال يعني الاثنين بيساووا بعض. برافو عليك. يلا كده نشوف السؤال بتاعنا بيقول ايه؟ 5. بيقول لك ايه؟ 5 يعني ايه جنيه. طيب أول حاجة وأنا مغمضة عيني هعمل إيه؟ نفتكر كده هعمل إيه؟ أول حاجة وأنا مغمضة عيني هعمل إيه؟ هنور الإشارة. برافو عليك. نورت الإشارة بتاعتي. تيجي نقرا هنا كده مع بعض. 8 بلس 2 إيكوال 10. طيب يا حبيبي هنديني هنا نمبر 8 زائد نمبر 2 بيساوي. هنا العملية اللي قدامي عملية إيه؟ عملية جمع. طيب تفتكروا كده مين النمبر البيج؟ مين النمبر الكبير؟ ال 8 ولا ال 2؟ ها نفتكر كده مع بعض، نمبر ايه البيج؟ الكبير. نمبر 8. برافو عليكم. النمبر الكبير بنحطه فين يا حبايبي؟ ان يور مايند، في دماغي. بحطه فين؟ ان يور مايند، في مخي، في دماغي. ونمبر 2 بطلعه على ايدي. ها تيجي نطلع نمبر 2 كده على ايدينا. ها افتر 8 9 10 افتر 8 9 10. برافو عليك. يبقى 8 بلس 2 إيكوال 10. تاني 8. يبقى تاني حبايبي، يبقى تاني 8 بلس 2 ها إيكوال كام؟ فكرني كده، إيكوال 10. برافو عليك. طب يلا كده تيجي نشوف المسألة اللي بعدها. أول حاجة أنا مش مغمضة عيني، هعمل إيه يا ميس؟ فكروني كده، هنور الإشارة. نورتها. ها تيجي نقرا المسألة بتاعتنا، يلا بينا. 10 بلس 3 إيكوال 10 بلس 3 إيكوال. طيب ها فين النمبر البيج هنا؟ ها تفتكروا إيه؟ ها نمبر البيج ال 10. برافو عليك. نمبر البيج النمبر الكبير بتاعنا هو نمبر 10. ها بنحطه فين؟ إن ماي مايند، إن ماي مايند، بحطه في دماغي في مخي. ها والنمبر الصغير السمول بحطه فين؟ بطلعه على إيدي. ها يلا بينا نطلع النمبر ساعة على إيدينا. 1 2 3. طيب ها أفتر 10 11 12 13. 10 افتر 10 11 12 13. يبقى 10 بلس 3 ايكوال 13. هنبتدي نشوف المسألة اللي بعدها. نديني هنا نمبر ايه؟ أول حاجة أنا محمد عيني فكروني بعمل إيه؟ بنور الإشارة. يا ميس يا ميس، بس الإشارة هنا مختلفة. برافو عليكم. هنا الإشارة ماينس، الإشارة هنا إيه؟ ماينس يعني ناقص. طيب 7 ماينس 4 إيكوال 7 ماينس 4 إيكوال. هنا بيقول لي نمبر 7 ناقص 4 بيساوي كام؟ ها فين النمبر؟ النمبر الكبير هنا عندي 7. نمبر 7 ها هشيل منه 4 هيتبقى لي كام؟ ها طلع على إيدك كده نمبر 7 ها هنشيل منهم 4. 1 2 3 4 يتبقى لك كام؟ ها 1 2 3 يتبقى لك نمبر ايه؟ 3. ها شوف اللي بعده، هنور الاشاره. نورت الاشاره. ها 10 ماينس 0 ايكوال 10 ماينس 0 ايكوال. مديني نمبر 10، طلع على ايدك كده نمبر 10. ها طلعنا على ايدينا نمبر 10، هنشيل منه 0. احنا متفقين ان الزيرو ده ايه؟ هوا، زي كانه مش موجود. ها لو شلنا من التاني الزيرو هيتبقى لنا حاجه؟ ها زي ما هو الرقم ينزل زي ما هو، لان الزيرو ده هوا، زي كانه مش موجود. يبقى 10 ماينس 0 ايكوال 10 برضه هو هو، لان الزيرو ده هوا مش موجود.
نكمل الباقي. ها نمبر ايه اللي عندي؟ 8 - 5. نسيت حاجة، فكروني بنور الإشارة بتاعتنا، برافو عليك. ها 8 - 5 equal. طيب وهنا بتيجي نمبر ايه؟ طلع ايدك كده نمبر 8. ها برافو. ها هنشيل منهم كام؟ نمبر 5. هيتبقى لك ايه يا حبايبي؟ عد كده 1 2 3، يتبقى لك نمبر ايه؟ نمبر 3، برافو عليك. يبقى 8 - 5 equal 3. ها شوفوا كده، نشوف المسألة، السؤال الأخير اللي عندنا النهارده. واتس افتر يعني ايه؟ واتس افتر يعني هو مديك حاجه عايز ايه اللي بعدها. ها نمبر ايه ده؟ اول حاجه عندنا نمبر ايه هنا؟ نمبر 10. ها بعد نمبر 10 ايه يا حبايبي؟ افتكروا كده افتر 10 ايه؟ كنا بنقول افتر 10 ايه؟ افتر 10 11. تاني افتر 10 11، برافو عليك. ها تيجي نشوف اللي بعده نمبر ايه ده؟ 1. ها افتر 1. ها افتكر كده افتر 1 2 تي دبليو او افتر 1 2. ها نمبر ايه الاخير اللي عندي؟ 20. ها نمبر ايه ده حبايبي؟ 20 افتر 20. ها افتكر معايا كده 21 افتر 20 21، برافو عليك شاطرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.